حالة من الذهول تعرض لها الشارع العام في السودان بعد قرار محكمة جرائم الفساد الذي أصاب الجميع بالدهشة، حيث ألزمت المحكمة المدانين بتسريب امتحان مادة الكيمياء بدفع غرامة مقدارها 15 مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل 850 مليون دولار. كما قضت المحكمة بالسجن 14 عاما على كبير المراقبين عقب إدانته بتسريب امتحان مادة الكيمياء للشهادة السودانية للعام الجاري، والسجن لمدة عام على أستاذ الفيزياء وهو المدان الثاني في القضية لنشره الامتحان المسرب في مجموعة واتساب. وجاء قرار المحكمة للمتهمين لإدانتهما بخيانة الأمانة وإفشاء معلومات سرية تخص الدولة. هل ترى هذا الحكم صارم أم صادم؟